ليلة أمس وحتى صباح اليوم لم يعرف الهدوء المعهود فيه، فمن أشعل فتيل هذا الاحتجاج؟ اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس طرقت جميع الأبواب بتازة للإجابة عن هذا السؤال وللقيام ببحث حول أسباب الحادث وتداعياته، فكان اللقاء مع السلطات والأمن والساكنة، والصحافة المكتوبة والإلكترونية كانت حاضرة أيضا ومتتبعة لتفاصيل الأحداث التي عرفتها مدينة تازة. تظهر فجأة هذه العملية ديال المواجهات اللي ما كنعرفوش شكون الدافع ليها ولا شكون المستفيد منها، وبالتالي فإنه كاين هناك أيادي خفية اللي كتستفد من هاد من هاد من هاد المواجهات، علما ان السكان ديال الكوشة مطالبهم فقط اجتماعية وهما ماشي مشاغبين. بالنسبة للأحداث ديال اليوم حقا ما بغيناش توقع، ولكن كان المنتظر انها توقع. تازة العليا او تازة بشكل عام فيها تهميش، هناك اقتصاد هش، هناك الشغل غير موجود. قسم الشؤون الداخلية بعملة تازة وعند زيارتنا له أفادنا بأن حادث أمس اندلع بسبب اعتقال 6 أشخاص كانوا متورطين في أحداث 4 من شهر يناير منصرم، احتجاج تطور إلى حد تطلب معه تدخل عناصر قوة الأمن، وكانت حاصلة تدخل إصابة 84 من عناصر الأمن بجروح وإصابة المواطنين أيضا. كاين جرحى من الطرفين، عندنا جرحى من المواطنين، عندنا جرحى من القوات العموميه، كاين اللي منها جروح خطيره. يجب التأكيد على أننا نعلم جميعا بأن المغاربة دائما يحبون الاستقرار والهدوء ويريدون التنسيق بين المواطنين والمسؤولين من أجل تحسين مستوى المعيشة واسترجاع الروح الحقيقية لحياتنا اليومية، لكن في حدود. يذكر أن تازة عرفت أحداثا مشابهة يوم 4 من شهر يناير منصرم، لتنضاف إليها أحداث 2 من فبراير الجاري. ووقف مسلسل الاحتجاج بتازة قد لا يتطلب الكثير من الحلول السحرية بقدر ما يتطلب وضع اليد على مكمن الداء. وحول هذه الأحداث تحدث اليوم لوسائل الإعلام مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أكد متابعة الحكومة لما وقع وتحدث كذلك عن الإجراءات التي أعقبت هذه الأحداث. نستمع للتصريح. لها نؤكد على أن حق التظاهر السلمي حق مكفول في إطار القانون، كما أن احتلال الملك العمومي أو الإضرار بمصالح المواطنين والإضرار بالممتلكات العمومية أمر مخالف للقوانين الجاري بها العمل. السلطات المحلية في بخصوص أحداث تازة قامت بدعوة المحتجين إلى الحوار وسعت إلى إشراك ممثلي السكان برلمانيين هيئات مدنية من أجل إيجاد حل للمشكل، لكن حصل انزلاق أدى إلى استعمال الرشق بالحجارة ضد مقر العمالة، وحصلت إثر ذلك نتجت عنه إصابات واحتكاكات. الحكومة تتابع هذا الموضوع بشكل دقيق وستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام القانون وصيانة الأمن والاستجابة للمطالب المشروعة. واحد كلهم ناعسين هكا. نعم. والجرحى كانوا كنتي كيف كداويهم؟ كنت كنداوي هنا واحد السيد، واحد البرنامج ما كنعرفش الاسم ديالو، هو حسيت نقول للطبيب ولا شكون، شوف هذا المسلم.
انا خفت في الاول قال لي شباب انت خدمي شغل وشري لي الدواء انا غادي نوريه لكم شري لي الدواء شري لي كومبريستير شري لي كلشي قال لي خدمي وحنا في كتافك لا شنو وقع فوقاش وقع هذا الشيء البارح من ساعه وشنو وقع وقعت انا لا مع جوال 10 د الليل من 10 ديال هما كيتكرفصوا علينا وكيقتلوا فيا لا انا ولا ولادي والكوشه كلها هرسوا لي المدينه ديال الضو زعما سيتي 6 ديال الدراري تزوجت وليدات عندي كبيره الوليد عنده 28 عام خدام في الدار البيضاء عندي الوليد في الليستيه كيقرا هو خرج العطله وانا صيفطت له مدخل المشكل دخلوا عندي هكذا قوة المسلم البوليس الامن الامن سيدي هو اللي دخل علينا ما عرفتش شكون ما انا حتى تبليت بهم كيفرعوا عليا الدار ولكن ماشي غير انا فرعوا عليا الدار كيضربوا الكريم وجهي دور كل ما هما دوك كاينين الناس كاينين العائلات كان كلشي دخلوا عندهم داو بداك الجهه وانتم كتشوفوا حتى لهنا انتم ماشي ديال ولا 100 واحد كلهم ناعسين هكا نعم والجرحى كانوا كنتي كيفاش كداويهم كنت كنداوي هنا واحد السيد واحد البرنامج اللي ما كنعرفش الاسم ديالو هو واحد السيد تنقل الطبيب ولا شكون قال لي شوف بنتي انا خفت في الاول قال لي شوف بنتي خدمي شغل وشري لي الدواء انا غادي نوريه لكم شري لي الدواء شري لي كومبريستير شري لي كلشي قال لي خدمي وحنا في كتافك لا شنو وقع فوقاش وقع هذا الشيء البارح من ساعه وشنو وقع وقعت انا لا مع جوال 10 د الليل من 10 ديال هما كيتكرفصوا علينا وكيقتلوا فيا لا انا ولا ولادي والكوشه كلها هرسوا لي المدينه ديال الضو زعما سيتي 6 ديال الدراري تزوجت وليدات عندي كبيره الوليد عنده 28 عام خدام في الدار البيضاء عندي الوليد في الليستيه كيقرا هو خرج العطله وانا صيفطت له مدخل المشكل دخلوا عندي هكذا قوة المسلم البوليس الامن سيدي هو اللي دخل علينا ما عرفتش شكون ما انا حتى تبليت بهم كيفرعوا عليا الدار ولكن ماشي غير انا فرعوا عليا الدار كيضربوا الكريم وجهي دور كل ما هما دوك كاينين الناس كاينين العائلات كان كلشي دخلوا عندهم داو بداك الجهه وانتم كتشوفوا حتى لهنا انتم ماشي ديال الله